حدوث التشنج ونوبة الصرع يمكن أن يكون حدثاً مفزعاً للأشخاص المحيطين بالمصاب، لكن يمكن التعامل مع هذه الحالة الحرجة بهدوء إذا تم فهم أسباب حدوثها وطريقة التعامل السليمة معها. فما هي الإسعافات الأولية التي يجب اتباعها في حالات الصرع والتشنج؟ للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا من دبي دكتور عادل السيسي، استشاري الحالات الحرجة والطوارئ. أهلا بك معنا، صباح الخير دكتور. خلينا نفهم في البداية ما الذي يحدث للمريض حتى نستطيع التعامل معه في هذه اللحظات، ما الذي يشعر به خلال النوبات؟ صباح الخير لكل مشاهدي قناة العربية، صباح الخير لكل فريق طاقم العمل في قناة العربية. سؤال هام جدا أستاذ عادل وأستاذة مروة. احنا لما بنيجي نتكلم زي ما تفضلتم كده في السؤال بنتكلم على حاجة اسمها حالات طارئة أو بنتكلم على إسعافات أولية. الحالة الطارئة هي الحالة التي تطرأ على أي شخص في أي مكان في أي وقت تصيب به الأذى والضرر. أو الإسعافات الأولية هي الإجراءات السريعة اللازمة المناسبة لكل الحدث لتمنع هذا الضرر أو الأذى اللي قد يصيب المصاب في الحالة الطارئة. الأمثلة المثال اللي هنتكلم عليه النهاردة هو نوبة الصرع أو حالة التشنج. إزاي بنعرف إن الشخص لو هو حصل لهذا الأمر في مكان عمل أو في مكان في المنزل أو في مكان عام في مركز للتسوق أو محطة مترو أو أي مكان، هيبقى فيه أفراد محيطين. الأفراد المحيطين لو هم على قدر من المعرفة والمهارات اللي هي ممكن تساعد هذا الشخص المصاب في الثواني الأولى والدقائق الأولى لحد وصول الطاقم المتخصص لاستكمال التعامل مع المريض، لأن الثواني والدقائق الأولى دي بتفرق كتير ما هي الفارق ما بين إنقاذ الحياة أو فقدان الحياة لا قدر الله. فالتصرف بالمسؤولية هنا شيء جدا مهم، عشان كده بنحب نوعي الناس. أول حاجة ما يبقاش فيه انزعاج أو خوف علشان نقدر نتعامل وما نعملش شيء خطأ، بالعكس نعمل الأشياء اللي هي اللازمة لخدمة ومساعدة لهذا الشخص المصاب لحين وصول سيارة الإسعاف أو الطاقم المتخصص لحين هذا الأمر إن هو ينجلي منه تماما إن شاء الله. إزاي نعرف الشخص بقى اللي احنا بنتكلم عليه إن زي ما السؤال إن هو عنده نوبة صرع؟ لازم نعرف إن احنا أنا لو بتحرك حركة طبيعية متناسقة، يعني عضلاتي بتتحرك بالشكل ده، أوردر جاي مؤامري بيبقى جاي من المخ على شكل نبضات كهربائية بتخلي الحركة بتاعتي مفهومة إرادية، عارف أنا بحرك إيدي في أي اتجاه. لكن في نوبة الصرع الأمر بيختلف تماما، لأن بيحصل في مراكز المخ بيحصل للكهرباء اللي جايه من المخ بتبقى مشوشه تماما، ما بتبقاش جايه بالشكل اللي هو الارادي اللي احنا عايزينه، بتروح للعضلات بشكل عشوائي جدا. فبتبدا العضلات كلها بتتحرك حركات لا تناسقيه تماما لا اراديه، فبتبدا الاطراف العلويه الذراعين الاطراف السفليه حركه العين اجزاء معظم اجزاء الجسم بتتحرك حركات لا اراديه قد تصيب باذى شديد جدا توصل لحالات يعني كانه يرتعش. دكتور حتى نفهم، كانه يرتعش كانه ينتفض، هذه الطريقه؟ ده حقيقة الأمر أستاذ عادل. طيب. أيوة، كأنه بيرتعش وبينتفض لأن العضلات نفسها فعلا بترتعش وبتنتفض بالشكل ده. حلو، كيف أتعامل مع هذه الحالة؟ لأن عادة يقولون التشنج أو الصرع من الممكن أن يعض على لسانه وبالتالي قد يقطع اللسان لأنه قوة العضة تكون كبيرة. اثنين، كيف التعامل معه؟ هل هي عملية أنه والله أفتح الفم بقوة إلى آخره؟ هل أستخدم معه القوة أم هذا ضار عليه؟ سؤال ممتاز جدا، وهو ده اللي احنا عايزين نتكلم النهارده فيه. شيء مهم جدا اثناء النوبه الصرعيه، احنا قلنا حاله طارئه لازم على طول هنطلب الاسعاف بسرعه عشان نوفر الوقت، ده رقم واحد. شنطه اسعاف او حقيبه اسعافات الاوليه لازم تكون متواجده. بعد كده انا نفسي هعمل بعض الاجراءات لحد هنتكلم عليها. الاجراءات دي بتبقى اثناء النوبه نفسها وما بعد النوبه. اثناء النوبه نفسها لازم نتكلم ونقول ان حتى مريض الصرع ان كان عنده مرض مزمن زي اللي هو اسمه مرض الصرع، بيبقى فيه بعض البؤر الموجودة في المخ بتبدأ تنشط من حين لآخر عشان تعمل النوبات دي أو الحالات دي من التشنج. ممكن يكون حادث سيارة حصل ارتطام أو إصابة بالرأس، ممكن لا قدر الله نزيف في المخ، جلطة في المخ أو انخفاض معدل السكر في الدم. كل الحاجات دي بتعمل اللي هي الارتعاش والنفض الانتفاض بتاع الجسم، فلازم نتعامل بالهدوء في الوقت ده. عادة النوبة دي لو أنت سبتها لحالها تماما محدش تدخل خالص غالبا بتاخد دقيقة دقيقتين عشان تنتهي لحالها، بس الدقيقة دقيقتين دي مهم جدا إن أنا أنقذ حياة المريض فيها. طب خلينا نطبق دكتور على النموذج اللي معاك، خلينا نشوف هنتصرف ازاي. المانيكين بالظبط،
بالظبط. هي الفكره دلوقتي هفترض ان الشخص ده دلوقتي في مكان عمل، انا موجود في مكان عمل، بدا ان هو عضلاته بتبدا تتشنك، سقط على الارض، بيفقد توازنه تماما، بيسقط على الارض، الطاوله تقريبا هي الارض بالنسبه لي، انا هتعامل مع الموقف ان هو بيتشنك. اول حاجه في الحاجات دي بنعمل حاجتين مهمين جدا ونبتعد عن حاجتين مهمين جدا. الحاجتين المهمين جدا اللي احنا لو في طاولات او اماكن كراسي حواليه ممكن مع الارتجاء بتاعه يبدا يخبط في الطاوله، يقع عليه زجاجه، يقع عليه مثلا بازة، فيحصل ضرر اكتر واكتر. تفضل. اول حاجه لازم، تاني حاجه مع حركات الراس ممكن في الارتضام في الارض ممكن تعمل له كسر في الجمجمه، يعني هي خلاص دقيقه دقيقتين هتقف لحالها، بس ممكن الارتطام الشديد الراس موجود على الارضيه اللي هو واقع عليها ممكن تعمل له كسر في الجمجمه او نزيف. فبالتالي في الوقت ده بنساعده ازاي؟ نحط حاجه زي وساده او نجيب ملايه ونبدا اللي احنا نلفها ونحطها تحت راسه بحيث انها تبقى حاجه لينه ما تبقاش في ارتضام. فالحاجتين دول مهمين جدا، نبعد الاغراض من حواليه ونبدا اللي احنا نحط الحاجه اللي هي وساده او نحط منشفه تبقى منفوخه بحيث ما يحصلش. ايه الحاجتين اللي لازم نبعد عنهم تماما لان بيحصل في الوقت ده مع الارتضام؟ ان العضلات بتتشنك بطريقه عنيفه جدا، ما نحاولش ان احنا نثبته في الامر ده، علشان لو فضلنا نعمل كده في مقاومه جديده هيحصل تمزق في العضلات، ممكن نوصل لمرحله يحصل فيها كمان كسر للعظام نفسها. الامر الثاني زي ما حضرتك سالت استاذ عادل، ممكن يعض لسانه، ففي بعض الناس بتحاول ان هي تفك بتحاول بتفتح بقه جامد يحصل كسر في فهو تكون النوبه هتخلص بعد دقيقه دقيقتين، يصحى منها يلاقي نفسه عنده كسور، عنده تمزق في العضلات، عنده فك مفكوك. فلهذا بننصح كل الناس، كل المطلوب تحميه من الاغراض اللي حواليه، ما تحاولش اللي انت تثبته بعنف او بمقاومه لان ممكن يحصل له ضرر بالغ من الامر ده. هنقول طب ليه ما الموضوع الفك بنسيبه؟ احنا لو في موجة تشنج هتعمل اصابه في اللسان زي ما حضرتك تفضلت وحصل منها نزيف، هيحصل من اول ثانيه هيحصل فيها، فاحنا مش عايزين نعمل ضرر اكتر. احنا خلاص حصل ده، لما بنقيم المريض ما بعد نوبه التشنج من ضمن الحاجات هنفتح بقه ونشوف فيه نزيف ولا لا، وبنحط الشاشه اللازمه علشان نوقف النزيف اذا كان هذا الامر حدث. يعني هل في حاله الصرع او هذه النوبه المريض يتنفس طبيعي، ولا تكون حتى لانه العضلات حضرتك تقول تعطي اشارات مختلفه عما تعودت عليه، تنفسه طبيعي لان دقيقتين فتره تنفس، اذا انقطع النفس فتره طويله؟ كلام جميل. السؤال ده جدا مهم، لان عشان كده بنقول اثناء النوبه وما بعد النوبه. اثناء النوبه احنا تعاملنا خلاص لانه قاعد في الوقت ده بينتفض، انت لازم تامنه في الفتره دي بالشكل اللي احنا اتفقنا عليه من اجراءات لازمه. ما بعد ما بتوقف النوبه بنبدا نتعامل معاه، بنبدا نشوف استجابه المريض بيرد علينا ولا لا، وفي نفس الوقت بيتنفس ولا لا. لو كان هو بيستجيب معانا وبيتنفس كل ما علينا اللي احنا هنبدا نجيبه على الجانب الايه، احد جوانب الجسم بالنسبه له، علشان ما يبقاش في بعد الافرازات هتكون طلعت وقت التشنج. فبالتالي اللي احنا بنحميه ما يحصلش حاجه اسمها اسبيريشن، ممكن يكون في اكل في البطن حصل فيه قيء فيرجع يقفل مجرى الهواء. ففي الامر ده بالنسبه لنا لو هو بدا يستجيب وبدا يتنفس. طب في حاله استاذ عادل بيسال ان هو لو ما بيتنفسش خالص، هنا على طول نقول غير مستجيب وما بيتنفسش معانا، بنبدا على طول حاجه اسمها الضغطات القلبيه 30 مره لمرتين اللي هو اللي بنسميه الانقاذ التنفسي، لان لازم تقييم ما بعد نوبه التشنج امر مهم جدا. هو اخباره ايه؟ عاده معظم الناس بتبقى خلاص حتى اللي فائت او استجابت او بتتنفس بتلاقيها مجهده وعايزه تنام، كانه كان بيجري ماراثون. الدقيقتين دول مجهود عضلي يعني خطير جدا، كانه جري فتره طويله. طيب. فبدا خلاص يجهد ويوصل لمرحله الاجهاد والتعب وعايز ينام يعني. طيب دعنا دكتور نذهب الى بعض الاستفسارات العامه من المشاهدين. اول استفسار، ما هي الاسعافات الاوليه لمريض يعاني من السكر يفوت بغيبوبه؟ سؤال جميل جدا، لان دي من احد الحالات الطارئه. طبعا مريض السكر احنا عارفين ممكن عنده حاجه، ممكن في الغيبوبه ممكن يكون ارتفاع شديد قوي في نسبه السكر في الدم، او لا قدر الله انخفاض. دائما بنقول انخفاض يعني الغيبوبه نتيجه انخفاض بتبقى خطورتها اشد بكتير جدا جدا من الارتفاع، لان الناس دول على طول لو احنا اعطيناهم حاجه فيها سكر في الامر ده بيستجيب المريض بسرعه جدا وبيفوق في ثواني. لكن اللي هم المرضى التانيين عندهم غيبوبه نتيجه ارتفاع السكر في الدم، حتى لو
اديت له سكر وعلي كمان بزياده اكتر مش هيضر، مش هيعمل نفس الضرر، لكن الانخفاض هيستفيد منه كتير جدا وهيفوق منه بسرعه جدا. فاي مريض عارفين مريض سكر في غيبوبه اديله سكر الاول، لان لو منخفض هيستجيب بسرعه، ولو كان عالي مش هيزود الضرر اكتر ما كان في ضرر من الاول يعني. اذا سؤال اخر دكتور، طبعا اذا تكرمت يعني الاختصار بالاجابه، صباحكم بكل خير احبتي، بستفسر عن كيف يتم التعرف على النزيف الداخلي في حال الحوادث وفقدان الوعي او الطفل الذي لم يتكلم بعد. يعني الطفل والحوادث وفقدان الوعي، كيف نعرف ان هناك نزيف داخلي؟ ده حقيقي ده سؤال مهم جدا، لان في حاجه اسمها من الحالات الطارئه بنقول عليها اعراض الصدمه. الاعراض الصدمه ممكن يكون ما بعد حادث او ممكن يكون لحاله، لو خاصه بعد الحوادث والاصابات ممكن يكون في ارتطام حصل في البطن او في اي مكان في الجسم، فبيحصل حاجه اسمها نزيف داخلي. النزيف الداخلي اشهر مكان بيبقى عندنا البطن، لان البطن فيها مكان كبير جوه، لو اعاده دمويه جوه ممكن انها تتمزق، يحصل منها النزيف في الداخل، بيبدا يظهر عليه المريض في حاجه اسمها اعراض الصدمه. اعراض الصدمه هتلاقي بيبدا بقى بيبقى الامور بيبدا في دوخه وفي عدم اتزان، بيتحس ان اطرافه بدات تبقى فيها نوع من انواع البروده، وبيبدا ان هو يرتعش، بتلاقي كمان لونه شاحب جدا. ففي الفتره دي بنعرف المريض ده عنده اشتباه كبير جدا جدا، ان هو داخل بسبب اعراض الصدمه نتيجه نزيف داخلي، فلازم نبدا اللي احنا نخليه مستلقي على ظهره زي كده، ونبدا نرفع مستوى رجليه اعلى من مستوى القلب او الراس، وفي نفس الوقت بنجيب بطانيه ندفيه. وطبعا في الوقت ده اي حاله طريقه لازم يكون استدعينا بسرعه الطبيب اللي بنسميه عربيه الاسعاف او الطاقم المتخصص لحين وصوله، بس انا بعمل الاجراءات دي لحد وصول الطاقم المتخصص بعربيه الاسعاف، لحد ما بتاخده للمستشفى ويكملوا بقيه الاجراءات. استفسار اخر دكتور، ما هي اسعافات لدغات العقرب؟ بالنسبه لاسعافات لدغه العقرب برضه يعتبر دي بنسميها من اللي هي اللي بنقسمها الحوادث الطارئه، الحالات الطبيه الطارئه بنقول فيه اللي هي الحوادث والاصابات، وبنتكلم على الحوادث البيئيه او الاصابات البيئيه، منها لدغات العقرب او لدغات الافاعي. العقارب طبعا في يعني معظمها بتبقى سامه، من ما بنبقاش عايزين السم اللي هو الموجود من العقرب بعد اللدغه يكون وصل للاوعيه الدمويه، فبيوصل السم الدم بسرعه، فبيوصل ينتشر بسرعه، فلازم نعمل على اللي احنا لما بنضغط بيجيب حاجه اسمها تورنوكيه في هذا المكان، فانت بتلحق بسرعه تقلل الكميه اللي هتوصل. لو انا شاهدت الامر قدامي كل ما بتكون اسرع وعملت الاجراء السريع ده هتفرق معانا كتير جدا. ممكن حزام او رباط معين دكتور صح؟ ايوه، اي حاجه هتبقى متاحه في الوقت ده بحيث انك تضيق المجرى، عشان الدم هو في سريان وجريان الدم يقل الكميه اللي هتكون واصله للدوره الدمويه ولكل اعضاء الجسم. وصلت الفكره، شكرا جزيلا لك الدكتور عادل السيسي استشاري الحالات الحرجه والطوارئ، كنت معنا من دبي.